هذا هو الواقع وهذا الصحيح. أنا التقيت برادعي وأجريت حديثا طويلا معه لعدة ساعات أثناء ثورة 2011، وما لا شك في أنه رجل ذو كرامة ونزاهة كبيرة وعمق ثقافي كبير، ولكن ما كان ينبغي أبدا أن ينحاز إليهم إطلاقا، ينحاز إلى العسكريين والانقلاب، ما كان ينبغي يشارك في ذلك. فهو رجل ذكي، وأنا أزال لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يرى ما سيأتي وما سيحصل. أولا ينضم ضد شخص أو رئيس منتخب، وهذا خطأ. فهل يتصور أنه لن يحصل أعمال عنف بعد ذلك؟ هل يمكن أن يفكر ولا يتصور أن الإخوان المسلمين سوف يقمعون ويسحقون عندما التحق بهذه الإدارة التي تحارب الإخوان المسلمين؟ أعتقد أنه رجل ساذج جدا، وأنا متأكد أنه الآن نادم جدا على أنه أيد يوليو 30، وأعتقد أن ربطة العنق هي الصفة الصحيحة له، وأعتقد أنها صفة تناسبه.